يتواصل اضراب سائقي الشاحنات الذي شمل 177 مدينه ايرانيه الامر الذي تسبب بازمه تجاريه عارمه من جانبهم اكد عدد من اعضاء مجلس الشورى الايراني عن قلقهم ازاء هذا الاضراب وبسبب الضر الذي خيم على جلسه المجلس الاخيره رفع عدد من الاعضاء رساله الى الوزير وزير الطرق اكدوا فيها ان استمرار الوضع الحالي سيؤدي الى تعرض ملايين المواطنين للخطر بسبب شلل الاضراب لحركه نقل البضائع والسلع هذا انطلقت حركه الاضراب قبل اقل من اسبوع بسبب تردي الوضع المعيشي